ماشي لك، الله يعاونك الحاج. مشاهدي قناة شفتي، مرحبا بكم في هذا البث آخر من مكان وقوع الحادث السير الخطير اللي أدى انقلاب لهذه السيارة هذه. كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات، عناصر الأمن اللي حاضرين بعين المكان، مشكورين على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها، والأمن يدخل على خط هذا الحادث السير الخطير اللي انقلبات فيه هذه السيارة هذه. مكشوفوا معنا خسائر مادية بالجملة، خسائر مادية بالجملة في مكان وقوع الحادث. يعني صراحة مشكورين حتى أعوان السلطة، السلطات المحلية اللي حاضرين بعين المكان، خصوصا في هذه الفترة هذه المتأخرة أو بعد منتصف الليل، صراحة من أجل تلبية الواجب المهني ديالهم، فتحياتي لهم على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها صراحة. السلطات المحلية، أعوان السلطة، عناصر الأمن، رجال الوقاية المدنية، فتحياتي لهاد الأشخاص هذا اللي كيقوموا بواجب مهني كبير بزاف. وهذه السيارة اللي انقلبات، كما تشوفوا معنا عناصر الأمن تقوموا بمعاينة هذا الحادث هذا في هذه اللحظات. يعني كيف كتبوا معنا موش الكرام؟ أكبر طلعة خدها السيد من السيارة من عند رجل السيد صاحب السيارة، هو كيقلب بعدها في الصداع، ما فهمناش يعني مش مشكلة فهمتي. يعني عناصر الأمن صراحة اللي كيقوموا بالواجب المهني ديالهم، تحياتي عناصر الأمن، المجهودات الكبيرة. فتحياتي لعناصر الامن الوطني صراحه اللي كيقوموا بمجهودات كبيره، حاضرين بعين المكان، حاضرين في مكان وقوع الحادث، فتحياتي لهم، تحياتي لعناصر الامن. يعني هذا الحادث سير هذا اللي انقلبات هذه السياره هذه في اكبر قنطره في كازا، القنطره ديال سيدي معروف. يعني كيف ما كتبوا معنا موش الكرام، عناصر الامن اللي حاضرين في مكان وقوع هذا الحادث، يعني هذا السيد هذا اللي كان بالرفقه ديال الابن ديالو، يمكن السرعه المفرطه ادت انقلاب ديالهم بعد ما دخلوا في التروطوار، والشخص اللي كان سايق راه تم النقل ديالو للمستعجلات، فكنتمنوا ليه الشفاء العاجل. فبرافو لعناصر الامن صراحه، الواجب المهني ديالهم من اجل حمايه المواطنين، من اجل حضور ومعاينه حوادث السير، من اجل محاربه الجريمه، فتحياتي لهم صراحه. ليل نهار كيقوموا بالخدمات ديالهم، كيقوموا بمواجهه هاد حوادث السير، مواجهه الجريمه، محاربه الجريمه. خويا في قنطره ديال سيدي معروف، أم أنوار في قنطرة ديال سيدي معروف، قنطرة جديدة، في طريق جديدة. إذن كيف ما كتبوا معنا موش الكرام، الله يجيب لهم الشفاء، والله يحد الباس. لنا مشاهدينا الكرام، غادي نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.